فاكرين البيان السوداني في بيان سوداني صدر قالوا والله احنا اعترضنا على مبادره مصر او مشروع مصر المقدم لجامعه الدول العربيه عشان الدول العربيه تقف مع دولتي المصاب السودان وقفت ضد المشروع وبدا الاخوه في السودان بيبرروا يعني احنا وقفنا ليه ضد المشروع قالوا ايه الاخوه السودان قالوا والله المشروع قدمته مصر دون التشاور معا ما نعرفوش قالوا كده امبارح لكن طبعا احنا قلنا يمكن صحيح. النهارده امبارح بالليل بعد ما خلصنا الحلقه المستشار احمد حافظ رد على السودان وقال ناسف لبيان خارجيه السودان بشان التحفظ على القرار العربي حول سد النهضه. والمستشار احمد حافظ قال منذ اليوم الاول من مارس وتلقى تلقت ما يؤكد استلام النص يعني احنا المشارع محافظ بيؤكد ان احنا بعتنا المشروع للسودان يوم واحد مارس وعندنا ما يثبت انهم استلموه وما قالوش اي ملاحظات ولما جينا قدمنا المشروع للجامعه الدول العربيه السودان اعتذر قال طلعوا اسم من الموضوع طلع اوكي طلعنا اسم الموضوع بدا يغير في الموضوع في مشروع القرار فرغوا من محتواه محافظ بيقول انه بنأسف لبيان خارجيه السودان بشان التحفظ على القرار العربي حول سد النهضه احنا اشقاء واخوات قلنا الدول العربية معانا يا جماعة الدول العربية ما طلبتش حاجة يعني لا سمح الله طلبوا من اثيوبيا تتماشى مع الشرايع الدولية. إيه اللي إحنا عملناه؟ الدول العربية قالت أوكي، السودان قالت لا أنا مش معاكم. فالسودان بتبرر بتقول بس أنتم ما شاورتوش معانا، فالمستشار أحمد حافظ قال لا إحنا شاورنا معاكم يوم واحد مارس ده المشروع، فتحية إلى بيان الخارجية المصرية وعتاب كان للإخوة في السودان وإحنا بنتعاتب الإخوة لازم يتعاتبوا مع بعض. وإحنا هدفنا واحد مصلحة السودان والله 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 بتكلم من قلبي أتمنى الخير للشعب السوداني والله أعلم من هنا من هذا المنبر أتمنى الخير كل الخير لشعب السودان وأتمنى العزة والكرامة لشعب السودان وأتمنى نجاح التجربة السودانية وأتمنى إن ربنا ينعم على السودان بالخير الوفير وأتمنى الاستقرار للسودان واتمنى ان ربنا يطهر السودان من كل ارهابي وكل حاقد وكل واحد بيكره السودان من قلبي احب السودانيين الشعب الطيب وبقول له الشعب المصري بيحبكم وانتوا في القلب عمرنا ما كنا عمرنا ما كنا دولتين واحده بتتعالى على الثانيه على الاطلاق طول عمر السوداني والمصري اخوات وكنا دوله واحده زمان مش دوله احتلال مش دوله زي انتوا جنوب السودان الخرطوم وابوج و... و... ايه يا ابراهيم؟ السودان الشمالي والجنوبي. الاثنين الاثنين كانوا دوله واحده اتقسموا واحنا والسودان كنا دوله واحده واتقسمت. احنا اخوات بنشرب من كوب ماء واحد فلا داعي ان احنا احد ينجح في دق اسفين بيننا. انا بتكلم على الخرطوم وجوبة انا كنت ناسي الخرطوم عاصمه السودان وجنوب السودان عاصمتها جوبا الاثنين اشقاء لينا سواء في الشمال او في الجنوب